عمل اناليسز وعمل كل التشيكس بنبدا الخطوه الديزاين. فبنروح لقائمه الديزاين ديزاين بريفرنسز، ومن الديزاين بريفرنسز بنبدا نختار الكفر الخاص بالسلابس والبريفيرد بار سايزز. فبنلاقي البار سايزز بالاقطار دي. طبعا دي بتكون مشكله لانه مش دي الداتا بيزز بتاعتنا، بمعنى انه داش 4 ده مش قطر 4، داش 10 ده مش قطر 10، وداش 14 ده مش قطر 14 للكاتيجوري 14. طبعا بشكل تقريبي تقريبي بنضرب الارقام اللي قدامنا دي في 3 بشكل تقريبي، يعني داش 4 في 3 يعني 12، يعني ده قطر 12. داش 7 في 3 ب 21، ده كده قطر 20. دي كاتيجوري وليست داتا بيزز ابسوليوت. طب الحل ايه او ده بسبب ايه؟ في الحقيقه ده بيكون بسبب الداتا بيزز الخاصه باقطار الحديد. وطبعا دي ايضا هتظهر لنا لو رحنا للديسبلاي السلاب ديزاين وبدانا نظهر هنا الاقطار. يعني انا محتاج اقول له اظهر لي مثلا الحديد اللي اكبر من رقم معين، فطبعا هلاقي نفس المشكله. طبعا دي هتسبب لي مشكله كبيره. ففي الحاله اللي زي دي هضطر ان انا اقول له define reinforcing bar sizes، اشيل كل ده واجي من البار سيتس اد كومن بار سيتس واختار الاس اي اللي هو الستاندرد انترناشونال، واقول له اوكي انضيف لي الاقطار بتاعتي. فلاقي مثلا 14، الاقيه يقول لي هنا انه البار دايمتر 14 مللي، قطر 10 البار دايمتر 10 مللي. في حين مثلا ان انا لو قلت له كلير وضيف اليو اس كاستمري، الاقيه بيقول لي مثلا ان داش 4 ده قطر 12، داش 7 ده قطر 22، داش 10 ده قطر 32، وبالتالي هي كاتيجوري وليست ابسوليوت فاليوز. فهشيل كل ده واضيف بس من هنا الاس اي ثم اد اوكي. فلما اروح للديزاين بريفرنسز الاحظ ان انا ممكن اضيف الاقطار الاعتياديه اللي انا متعود عليها من هنا. وكذلك لما اروح لقائمه ديسبلاي، طبعا السلاب ديزاين اختلفت او اختفت، مفيش داعي بقى ان انا افك الحل، مجرد بس ان انا اقول له اعمل ديزاين، فهو بيعمل ديزاين على نتائج الحل المتوفره او الموجوده. هو اوريدي عمل اناليسز، انا بس عايز اعمل ديزاين. فبقول له من قائمه ديسبلاي شو سلاب ديزاين، واظهر بقى النتائج والاقي ان الاقطار الاعتياديه اللي انا متعود عليها بقت موجوده. يبقى ده من خلال الديفاين رينفورسنج بار سايزز. دي نقطه مهمه جدا لانه للاسف في بعض المهندسين، ودي حاله احنا قابلناها او حالات قابلناها كتير الحقيقه، انه البعض بيندمج ويكمل على اساس انه الداش 4 او الداش 10 ده القطر ال10، في حين طبعا ان انا مثلا على سبيل المثال لو قلت له كلير ورحت لل دي وقلت له هو داش 10 ده كام؟ هلاقيه 32. يعني انا بقول له مثلا 5 قطر 10، فانا كاني ضايف 5 قطر 32. فلما اجي اضيف قطر 5 قطر 10 واجي اقول له وريني الاضافي، طبعا مستحيل يديني اضافي، لان لو في سقف، لانه لما اضيف في سقف او في كم او في بلاطه 5 قطر 32 مستحيل يطلع لي اضافي تاني. ما هو دي سلاب، والبلاطه الخاصه بالسلاب او الاحمال الخاصه بالسلاب بتبقى ليميتد، ما بتبقاش ضخمه. فكاني ضفت 5 قطر 32 في حين ان انا معتقد ان هي 5 قطر 10. فننتبه كويس جدا للنقطه دي.